نعم، حتى المجتمع الدولي نحن نعلم أنه يتحرك وفق منظومة مصالح يعني. نعم. ولكن ربما في تلك المرحلة كانت الأموال التي يدفعها القذافي ونظامه لشراء ذمم بعض الدول أو بعض الجهات مانع دون ذلك. اليوم نعلم أن الظروف ليست كالظروف الأولى يعني. نعم. وأن الفهم يعني الظروف الحالية ربما ستساعدنا إلى حد كبير للوصول إلى حقوقنا، أو على الأقل هو إعادة مساءلتهم عالميا، بمعنى أن لن نظل مكتوفي الأيدي. نحن نريد أن نجعل هؤلاء المجرمين لن يتحولوا إلى أبطال، أن يكونوا أقل شيء مجرمين أمام القضاء الدولي حتى وإن لم يتم محاسبتهم أو معاقبتهم، ولكن أن تظهر الحقيقة للناس. هذا سيكون دورنا والأمان الملقاة على كواهننا نحن كأسر وأهالي ضحايا المغدورين. أعود ليقول فيما يتعلق بالمشهد اليوم، دعني أجيب إضافة لما ذكره الأستاذ علي وقبل الأستاذ مروان، أن مسألة المسؤولية نعم قائمة، المسؤولية قائمة بشكل كبير على السلطات السياسية بشقيها، سواء كان التي تتربع على الحكم في المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية، بمعنى سواء حكومة الوفاق أو حكومة المؤقتة. الحكومتين لديها وزارة عدل، ولديهم يعني أعضاء للنيابة والنيابات، ولديهم يعني منظومة متكاملة فيما يظهر، وبالتالي عليهم أن يشكلوا لجان للوقوف على حالات السجن، الوقوف على حالات التعذيب للمحتجزين قسريا. بل أبرأ يعني أقل شيء يمكن أن يقوموا به هو أن يخرجوا للناس ليقولوا لهم شيئا واحدا، أن السجون التي تتبع رسميا لنا هي السجن كذا وسجن كذا وسجن كذا. نعم. وأن بقية السجون لا تتبع لنا. نعم. وأن الجهات المعنية بإرقاء القبض على المتهمين هي كذا وكذا وكذا. نعم. حتى يتبين الناس. نعم. الجهات الشرعية. نعم. والجهات غير الشرعية فيما يعني يعتقدون. كذلك مسؤولية النائب العام. نعم. لا أن يظل قائم بهذه الصفة محتفظ بصفة أعلى سلطة وهي صفة النائب العام ولا يحرك ساكنا. نعم. عليه أن يقوم بمسؤولياته فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم التي تحدث، فهو مؤتمن على الدعوة العمومية، فهو يعني مؤتمن أمام الناس وأمام القضاء وأمام التاريخ وقبل ذلك أمام الله. إما أن يتولى مسؤوليته بطريقة صحيحة وأن يعمل بطريقة مهنية، وإما أن يعتذر ولتكن الدولة بدون نائب عام حتى يتضح المشهد أكثر ونكون بلا دولة. نعم. أما أن يكون لدينا هياكل كرتونية عاجزة تتحكم فيها جهات أخرى، هذا يعني من باب شرعنة الباطل وشرعنة أشكرك يا سيد فتحي تربل رئيس الظالمين هؤلاء. أشكرك.